شكرا سيد المستشار المحترم على طرح هذا السؤال. بغيت بداية نذكر أنه ملي بدا الارتفاع ديال الأثمنة ديال المحروقات بطريقة غير مسبوقة على الصعيد الدولي ونعكس على الأسعار المحلية، وهذه أول مرة اللي وقعت فيها هذه الزيادة بعد تحرير أسعار المحروقات، قررت الحكومة تدخل باش تحافظ على القدرة الشرائية ديال المواطنين وتفادى الاضطرابات اللي يمكن يوقعوا في حركية التنقل، وهذا الشيء كله باش نزودوا الأسواق والأوراش بالمواد الضرورية، وذلك من خلال تقييم دعم مالي استثنائي مباشر، دعم مالي استثنائي ومباشر لمهني النقل الطرقي. وكيف تتعرفوا طلقت الحكومة منذ مارس 22 عملية تقديم هذا الدعم الاستثنائي لتستفد منه حاليا 170 ألف عربة من خلال منصة إلكترونية تتقدموا لها الطلبات وتقدروا يتبعوا فيها الطلبات ديالهم. استفاد 95% من المهنيين المستهدفين من 6 حصص للدعم بمبلغ إجمالي تينهز 3.5 مليار درهم، كما أعطيت الانطلاق اليوم والأسبوع السابق سمحوا لي لتسجيل الحصول على لتسجيل الحصول على الحصة السابعة من الدعم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات. على صعيد آخر وبغية تقديم إجابة هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي، الوزارة تقوم بعرض مشروع قانون المقايسة الخاص بالنقل الطرقي على المهنيين اللي كانوا طالبوا بهذا المشروع ديال القانون. من شأن هذا المشروع يقوي المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على ملائمة أسعار النقل وأسعار المحروقات، وتهدف كذلك إلزام طرفان الناقل والشاحن من مراجعة أثمنة النقل بينهما في عملية النقل لكي تتغير سعر المحروقات بين التاريخ اللي تم فيه الاتفاق على ثمن الخدمة والتاريخ اللي تم فيه تقديم الخدمة نفسها. وشكرا.